بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلموا على السياسة الثقافية ومن بعد يمكن نهضروا شوية على الثقافة السياسية وشوية ديال الرياضة ما فيها بس. إذا سمحتوا السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، أولا كنشكركم على التفاعل مع الجواب واللي كيبين مدى الاهتمام ديالكم بهذا الموضوع ديال الإشعاع الثقافي والدور اللي كيلعبوا في ترسيخ قيم الهوية المغربية. وهدف حد ذاته مكتسب. وإذا سمحتوا نهنيكم السيدات والسادة النواب المحترمين على اختياركم لهذا الموضوع. علاش؟ لأن طول العشرة سنوات الماضية ما عمر ما كان موضوع لجلسة مساءلة شهرية. ثقافة. بوندون ديزون ما كانش مساءلة، كان سؤال واحد. كان واحد السؤال يتيم على رئيس الحكومة السابق ديال اللي سبقتنا ديال ثلاثة ديال الدقائق. وطول هاد السنوات الوحيد اللي كان مهتم بهذا القطاع هو سيدنا الله ينصره بالفعل، هو اللي كان وراء إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، حضور شخصيات فنية بارزة لبلادنا، وعرضها روائع فنية عالمية، بالإضافة للرعاية السامية ديالو للمهرجانات ذات الصدى العالمي، وبفضل الرؤية الشديدة لصاحب الجلالة أصبح المغرب كيحتضن أكبر المسارح بإفريقيا ومنها اللي هي معالم حضارية. وماشي غير هادشي، حتى الفلانين كان كيخصهم بالعطف المولوي السامي، وكان كيتكلف بالجوانب الاجتماعية دائما، وكيتكلف شخصيا بالمصاريف لتوفير الرعاية الاجتماعية لهم. اليوم خصنا نستلهموا من سيدنا الله ينصره والدولة تقوم بالدور ديالها في المجال الثقافي والفني، وكنا نساهموا في إعطاء الأهمية اللازمة لهذا الجانب اللي عنده أبعاد إنسانية مهمة. وهذا هو التغيير المنشود في التعاطي مع القضايا المجتمعية، وهذا الشيء اللي غادي يكون إن شاء الله. وكل القضايا عندها أهمية عند الحكومة، لأنها بالفعل حكومة ديال جميع المغاربة وديال جميع الأواش. ينبغي الاعتراف باننا ما استطعناش في الحكومات السابقه وضع سياسه ثقافيه واضحه المعالم. دابا عاد غادي يشتغل عليها استراتيجيه جديده السيد الوزير باش يدير لا كونستركسيون، واحد الاستراتيجيه اللي هي جديده ان شاء الله. وهذا الشيء راه ماشي مزايدات سياسيه، لكن حكم مبني على اراء ديال نخب ومثقفين وعده تقارير لوطنيه بما فيها يعني النوفو موديل ديال الديفلوبمون اللي جا. وحنا كنعتبروا اليوم في الحكومه ان البلاد في حاجه لاستراتيجيه شامله ديال الثقافه، على غرار البرامج القطاعيه الاخرى في مجالات بحال الصناعه والفلاحه وغيرها. وهذا الشيء اللي كيفسر التصور ديالنا منين وجدنا الهيكله، ملي وجدنا الهيكله ديال الحكوميه وفصلنا قطاع الشباب والثقافه على الرياضه، لانه ملي كيكونوا بجوج الرياضه كتاخذ بزاف بلوس دامبورتونس عند الوزير. فلهذا بغينا السيد الوزير باش ان شاء الله تكون عنده واحد المعالم ديال واحد الاستراتيجيه واضحه اللي غادي تدعموا الحكومه باش نعملوا من هذا ان شاء الله خمس سنين اللي هي قدامنا، لانه نعاود نذكر احنا يلاه بدينا، يلاه 100 يوم هذه باش بدينا، باقي عندنا الوقت ان شاء الله باش نشتغلوا ونعملوا داك الشيء اللي ما تدعمش لحد الساعه. وحنا مع السيد الوزير كنشتغلوا فوق هذا المنظور على رؤيه استراتيجيه لتحقيق تحول نوعي في القطاع، كما كنطمحوا في الحكومه الى ان تصبح الثقافه رافعه حقيقيه لتحقيق التنميه الاقتصاديه. وهذا الشيء ما يمكنش يتحقق الا اذا تم اخضاع الثقافه لمنطق الصناعه والمقاوله. لذلك غادي نعملوا على تقويه المقاوله الثقافيه باش تحول لمحرك حقيقي للمبادرة الإبداعية، وباش تساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية وفي تنويع النسيج الاقتصادي. وهذا الشيء غادي يساهم كذلك في تقوية إشعاع صورة المغرب والجاذبية ديالو في الخارج من خلال ثقافته الغنية والمتنوعة. وفي هذا الإطار غادي نعملوا على التواصل مع كل المعنيين بالإنتاج الثقافي من أجل إرساء اللبنات الأولى لصناعة ثقافية تساهم في خلق الثروة وفرص جديدة للشغل وتعمل على الرفع من قيمة رأس مالنا الثقافي وتثمينه وتطويره. اللي طلعت على البيدجي ديال وزارة الثقافة وكتعرفوا بأن احنا جينا بقالنا أسبوع ديك الساعة باش نحطوا يعني البيدجي، وكانت الأولويات اللي هي أولويات اجتماعية. ولكن احنا
الحقيقة داكشي اللي كاين عنده ما قادش، ولكن الطموحات هي كبيرة ديال الحكومة، لأن الثقافة يعني شيء مهم في التطوير ديال المجتمع ديالنا، وغادي نشتغلوا عليه، وغادي نعطيه الإمكانيات إن شاء الله، وما هذه إلا بداية، وباش اليوم يتحط هذا الموضوع، ويكون هذا النقاش اللي هو مثير، واللي هو فيه المهم وفيه اللي ماشي مهم، أنه يعني هذه بداية إن شاء الله خير، أنه نعملوا من الأولويات ديالنا، يعني الثقافة للمجتمع المغربي. وإلا سمحتوا قبيلة السيدة ديال فريق ديال التقدم الاشتراكية ختمت بالأمازيغية، قالت شي حاجة اللي هي يعني سميتو كتقول بأنه السيدة الرئيس احنا بغيناكم تنجحوا، لأن النجاح ديالكم هو نجاح ديال الثقافة وديال الأمازيغية، لأنها هي العماد، وبغيناكم تعطيو يعني أهمية قصوى للفعل الثقافي، وغادي نكونوا سعداء أن نصفق لكم آنذاك إن نجحتم في هذا المسار. فالوعد معطي إن شاء الله بأنه غادي نعملوا من الثقافة يعني محور أساسي في التنمية إن شاء الله، وهي مشكورة على هذه الكلمة الطيبة. أنا فيما يخص الخيط يعني الثقافة السياسية، بعد أولا أنا السي وزين كنعرفو مزيان، كنعرفو من 2007، أنا دخلت الحكومة وكان معايا في الكابيني، ومن بعد مشى سكرتير ديتا، ومن بعد مشى وزير، رجل محترم. أنا كيظهر لي بكل صراحة زعما لا حاجة إلى باش بحال هاد المواضيع تجي لهنا للقبة ديال أنا حاضر، لأنه لا هو لا لا يعني كل شيء كبير على هاد المواضيع، كل شيء كبير على هاد المواضيع. وأنا ما عمرني ما غادي يعني ندخل بعض الخطابات الشعبوية، هاد الحكومة يعني بكل صراحة ما عندهاش الوقت والجهد لتضييع زمن المغاربة في المزايدات الخاوية، وصعيب ونعود نأكد بأنه صعيب أنك تلقى حكومة وأغلبية منسجمة بحال هذه اللي كاينة اليوم. كاين انسجام، سي وهبي مشكور رجل دولة، سي نزار مشكور رجل دولة، نحن منسجمين ونشتغل في أغلبية، وغادي نقودوا إن شاء الله هذا القطار، وغادي نقودوه معاكم يعني أحزاب المعارضة، لأن احنا في حاجة لكم، وحنا كنفرحوا يعني بلي نشوفوا يعني المعارضة قوية وكتاخذ الكلمة وكتنصحنا، احنا كنفرحوا ما عندنا حتى إشكالية مع هذا الشيء. ولكن كيظهر لي بأنه كذلك احترام، لأنه قال بأنه ما كاينش ثقافة سياسية، حنا احترام مخرجات ديال صناديق الاقتراع هي ثقافة، عدم رمي الناس بالاتجاهات بالاتهامات المجانية حتى هي ثقافة، احترام يعني المعارضة من طرف الأغلبية حتى هي ثقافة، دونك خص يكون الاحترام بيناتنا. حنا اسمح لي حقاً كنت غنمشي بعيد، ولكن حزبكم احترموه لانه من كل شيء سميتو، والسي اوزين نحترموه كذلك، ونتمناو على الله انه ان شاء الله انه المعارضه المقبله من طرفه تكون بناءه وتكون هذا وتكون كونستركتيف بلا ما نمشي اكثر من هذا. فيما يخص الرياضه احنا عارفين بان احنا المغاربه البارح نعسنا مقلقين، النتيجه ما عجبتناش، ولكن رافقنا في الصباح بخير، وما كاين باس، عندنا فريق شاب، فريق فتي كيبني كيشتغل وغادي يمشي للامام. اسيدي راه ماشي معقول، انا بعدا بلي كنشوف كيلكو بوست ديال مسؤولين كبار
وكيدخلوا في هذاك شغلهم، ولكن حنا محتاجين لهذا الفريق، يجب ان ندعمه ونطلبوا المغاربه باش يدعموه. هاد الناس حنا الا نعسنا مقلقين، ولكن غنعسنا. هما الباح، انا سولتهم هذا الصباح، والله ما نعسوا الباح في الليله، دوك اللعابه كلهم مساكن كيبكيو. فلهذا يجب ان ندعمهم، لانه عندنا مقابلات مهمه من دابا شهر، وما غاديش يعاودوا يتلاقاو على شهر. واش غادي يمشيو مخاصمين، كلشي مقلق عليهم، كلشي كيكتب عليهم؟ الحكومه تدعم الفريق الوطني، وانا متيقن انه جميع الفرق السياسيه اللي خدت الكلمه بانه اغلبيه ديالها تدعم الفريق الوطني. ان شاء الله غادي يكون عنده الحظوظ، والبنايه كتمشي بحجره بحجره. شكرا لكم، ونتمنوا انه ان شاء الله مواضيع بحال هذه تكون يعني في لا ديسكوسيون ديالها يعني اكثر استفاده في المستقبل. وشكرا لكم.